تنطلق هذه المسابقة. انطلق ديال السباق الخامس. السباق الخامس جائزة بون ديال المسافة ديال 1700 متر. بداية جيدة بالنسبة لهذا المسابقة رقم 11 اللي كيبدا منذ البداية في المرتبة الأولى العفران أو العرفان في الصف الأول، ثم كذلك انطلاقة من الجهة الوسطى لرقم 12، رقم 12 هدود اللي كذلك قوي جدا من جهة الحاجز، انطلاقة ممتازة كذلك بالنسبة لرقم 13 اللي الآن كياخذ المرتبة الأولى من الجهة الخارجية. رقم 6 اللي كذلك ينطلق دوريس هارو رقم 7 في محاولة للصعود كذلك في هذا الشوط. ما نساوش كذلك بعض المشاركين الآخرين كأمثال رقم 16 فورما اللي كذلك بدايتها كانت بداية جيدة بالنسبة لهذا السباق. رقم 13 الآن في المرتبة الأولى، انطلاقة جيدة كذلك من جهة الحاجز. رقم 3 هيرقل اللي كذلك ينافس بقوة على المرتبة الأولى. رقم 6 كذلك فيها مراتب جيدة جدا، بداية موفقة بالنسبة للعديد من المشاركين في هذا السباق يتنافسوا بقوة. رفقة رقم 15 كذلك فاشو اللي كذلك بدايته كانت بداية موفقة جدا. رقم 1 الرحلاوي كذلك بداية جيدة. نشوفوا الامتار الاخيره واش غيكملوا على نفس المنوال. رقم 13 الان هو اللي كياخذ المبادره في طانات، تنطلق الان رفقه تميد طويل رقم 13 في الصف الاول، بينما من جهه الحاجز رقم 12 هدود غيكون منافس شرس جدا. رفقه رقم 3 هرقل، ثم كذلك من الجهه الخارجيه رقم 6 دوريس، بينما كذلك رقم 7 محاوله من جانب رقم 7 لكن بعيد جدا على المرتبه الاولى اللي حد الان يحاول ينطلق كذلك مازال في مرتبه ما قبل الاخيره. انطلاقه جيده بالنسبه لرقم 12 الان هدود اللي غينطلق فيها المرتبه الاولى في منافسه مع رقم 3 هيرقل، ثم كذلك محاوله من جانب العديد من المشاركين الاخرين كانت ربما انا كنشوفوا رقم 6 دوريس اللي غتنافس بقوه كذلك في المرتبه الاولى. ما نساوش كذلك بالنسبه لهذا السباق رقم 10، رقم 10 هيري اللي كذلك غينافس بقوه. انطلاقه جيده بالنسبه لرقم 12، رقم 12 الان في المرتبه الاولى. رقم 3 ربما هيرقل غادي يحسب السباق، هيرقل ينطلق بقوه، هيرقل يفوز بهذا السباق، هيرقل رقم 3 هيرقل يفوز بهذا المسابقه. رفقه راكيب احمد لكجل هيرقل المتفوق ورقم 12 في المرتبه الثانية. المشاركين الآخرين فهم ينطلقوا الآن رقم 11 رقم 4 في المرتبة الثالثة والرابعة. إذن الفوز ديال أحمد الكجل وهيرقل في هذا السباق. لاحظت مشاهدينا الكرام تلتقوا بنتائج الوصول المؤقت لهذا السباق الخامس.